قررت ان انا اعلم الناس لغة الاشارة والقراية والكتابة للصم. اتجه للمتكلمين ان هم يتعلموا لغة الاشارة، واللي كمان للصم ان انا اعلمهم القراية والكتابة. اكيد مش كل المتكلمين مجبرين ان هم يتعلموا لغة الاشارة، بس الصم هم اتولدوا في بيئة ان دايما المدارس بتاعتهم ما بتوفرش ليهم المدرسين ان هم يبقوا عارفين لغة اشارة. المدرسين بيبقوا متخرجين من الكليات بيشتغلوا على طول في المدرسة، ما بيبقوش عارفين لغة الاشارة. فانا قلت اساعدهم في القراية والكتابة، بحيث ان هم لو قابلوا اي حد سواء دكتور سواء اي حد بيتعاملوا معايا على طول، انت مش عارف اشارتي، طب خلاص انا هكتب لك. يعني حتى الاصم بيحاول يدور على طريقة عشان يعرف يتواصل بيها مع المتكلم، لكن المتكلم كان وقتها في سني ما كانش بيدوروا على اي حاجه، لا كانوا بيدوروا على ان هم يتواصلوا بلغه الاشاره ولا ان هم يتواصلوا مع حد من الاصم. فعشان كده انا اتجهت لنقطتين، ان انا اعلم المتكلمين لغه الاشاره واعلم كمان الصم القرايه والكتابه، عشان يقدروا يتواصلوا باي شكل، وعشان ما يحصلش ان حد يفقد حد عزيز عليه بسبب اهمال طبي من دكتور، او حد مثلا حقه يروح لو حب ان هو مثلا يرفع قضيه في اي حاجه، يلاقي ان هو لا انا بعرف اقرا واكتب، انا اصم بس بعرف اقرا واكتب، لا انا متكلم اقدر اساعدك، انت عايز تروح فين، عايز تروح المترو، عايز تركب تاكسي. يعني يقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل كويس، لان عايز اشوف ان المجتمع قدام يلغي حاجه اسمها مترجم، ويبقى التواصل ما بينهم هما الاثنين بس، ما بقاش انا في النص، يبقى هما الاثنين ما بين بعضيهم بس.